رجعنا تاني لحضراتكم في الأهلي يحاور، والأهلي يحاور القامة الإعلامية الرياضية الكبيرة الأستاذ فهمي عمر. أستاذ فهمي مرحب بك مرة تانية، وسمعنا يمكن قامة كبيرة زي الكابتن طه الطوخي أو الدكتور طه الطوخي وحضرتك بتلتقيه لفترة طويلة، وبعدين الكابتن محمود أبو رجيلة صاحب الدم الخفيف والعطاء الإنساني، والآن معنا نجم آخر ونجم كبير هو فكهة، عشان بقى يعني إيه فكهة الكرة المصرية، يبقى على أبو جريشة. معنا كابتن علي أبو جريشة. أهلا، مساء الخير يا كابتن علي. أهلا، مساء النور. ازيك يا استاذ ايمن؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ يا ولد الاستاذ الكبير وعمنا فهمي عمر، اهلا بحضرتك. على هو بقى الفاكهه. لا يعني هو فاكهه الاذاعه الاستاذ فهمي عمر. لا والنبي يا حلوه، ما في حد غيرك فاكهه والنبي. الله عليك، الله حضرتك والله فاكهه الاذاعه الاستاذ فهمي عمر. ايه ابرز الحاجات اللي انت فاكرها لتعليقات الاستاذ فهمي عمر على حضرتك يا كابتن علي؟ لا حاجات، يعني تعليقات كتير. احنا يكفي انا اقول لك، عندنا في الاسماعيليه كانت الساعه 7:05 دي ما تلاقيش حد ماشي في الشارع. ليه؟ بيستنى التعليق على المباريات بتاع الاستاذ فهمي عمر. ايوه، فما تلاقيش حد ماشي في الشارع، كله قاعد جنب الراديو والتعليقات الجميله بقى والحاجات الجميله. يعني المره بنلعب الاتحاد اسكندريه، والماتش تقريبا كان خلص 1-1 وفي الوقت الضايع انا جبت جول. فالاستاذ سامي عمر بقى بتعليقه الجميل قال لك المباراه بالتعادل 1-1 الا ان على ابو ريشة كان له راي اخر. فكان الراي هو الفوز. فالراي اللي هو بقى يعني يشبط الناس اللي الماتش خلاص تعادل، وبعدين يروح مدي بقى الصدمه. فكان الحقيقه الناس كلها، وبعدين عرفنا كل المعلقين اللي في مصر. يعني يقول لك مثلا المحله يقول لك ابو شاميه، الاسماعيلي مثلا اسماعيل حجازي، مش عارف الملواني من شبيل ملوان من طنطا، مش يعني كل الناس حافظت بقى ده منين وده منين وده منين. فالحقيقه لا، فهو فكر صحيح، والله انا بفكر فيها. لا هو برضه فكر، لان كل الناس كانت بتتمتع بتعليقاته الجميله، غير بقى الصحبه الجميله. احنا كنا مع بعض 67 في اوغندا، وبعدين كان حصل العدوان وحصل الحرب وكده، وبعدين رجعنا بالطياره على السودان، وبعدين ركبنا القطر على وادي حلفة، وبعدين رجعنا على اسوان. كل ده كان بصحبه بقى الفاكهه الاستاذ فهمي عمر. العلاقه يا كابتن علي ما بين الناس وبعضها والمحبه والترابط، يعني تذكر حضرتك علاقتك بنجوم المنتخب، زملائك بالاهلاويه بالزملكاويه بالاسماعيلاويه بالاتحادويه؟ كله والله كان حاجه واحده. يعني كلنا في المعسكر او كده حاجه واحده، ما فيش حاجه اقول فلان وعلان ولا اهلي ولا زمالك. يعني انا حتى بتضايق لما بيذيعوا ماتشات الشباب الصغير والاولمبي، وبعدين يقول لك فلان لاعب الاهلي، فلان لاعب الزمالك، فلان لاعب الاسماعيلي. يا عم ده لاعب منتخب مصر. ايوه، ما لاعب منتخب مصر ما تقولش عليه بقى لاعب الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي، ده لعيب منتخب مصر. خلاص انسى كل الفروع دي، كلها دي فروع، الاصل هو منتخب مصر. صحيح. فطبعا الناس اللي بتذيع زمان، وطبعا استاذنا الكابتن لطيف والناس الجميله وعلي زور والناس كلها، كل ده كان بينمي عمليه الانتماء للمنتخب. طبعا استاذنا فهمي عمر كل ده بينمي العمليه دي فينا. صحيح. فلا كان يعني حاجه جميله، وانتماء لمصر هو الاول. صحيح يا كابتن. احنا طبعا شكرينا كابتن، كتر خيرك، ربنا احنا سعيد النهارده ان انا اكلم الخال، ربنا يخليك واسمع عنه، وربنا يديله الصحه ويطمنا عليه دايما. فاكر بقى ايام السفر الى افريقيا وغيره وغيره علي؟ يا سلام، سفرات افريقيا طبعا لا تنسى، والقفشات الجميله والحاجات الجميله، والله العظيم كانت بتبقى رحله وصحبه جميله ومفيش ملل ابدا، لان الناس كلها فعلا كانت حابه بعض.
الحمد لله. صحيح. ان شاء الله باذن الله يبقى الحب وتبقى الروح الرياضيه ويبقى التسامح. على فكره الامم المتحده عامله يوم 16 نوفمبر يوم التسامح.